البرنامج من هنا بكره وبعد لحد يوم الاربعاء بكلام مشكلات تحصيل وصعوبات التعلم الى اخره. الدكتور ده مشكور عشان طبيعه التخصص بتاعنا او طبيعه القسم قلنا هنتكلم عن المواهبين. انا كملت عليه في محاضره كان نفسي الداتا اشوفكم مش موجوده ولحسن الحظ ان انا عامل انشطه ورقيه تحسبا لهذا العطل برضه. معلش ازاي انمي التفكير؟ ازاي اخلي الولد يفكر؟ لان دلوقتي بقى في مقررات اسمها تدريس التفكير. وتدريس فقط التفكير ودرس؟ تدريس التفكير ودرس؟ الراجل بتاع المواقع التربيه مدرس مدرس كل شيء بينما كل شيء بينما الموهبه بتنمى. لو انا ما خدتش الولد الموهوب في حجم كده وشفت البرامج المناسبه نزل من مستشفى 2010 والموظف القاعد معلش بيتقاضى مرتب وخلاص يلتقي الله فيه يحط ان ده مكان ابني اتعامل معاه ازاي؟ ازلله مشكلاته ازاي؟ احنا كاداره كليه تربيه هعمل ايه؟ انا دلوقتي هخرج لينا متابعه ولينا نشاط خدمه بيئه زي ما قلت لحضرتك دلوقتي تربيه مجتمع جايين اهو ما تاخرناش والولاد بتوعنا في اي مجال في محاضره الدكتور في المجال الفلاني انا اول الدكتور ده معايا وكل القسم بصراحه بيتطوع اروح المحاضره في اسيوط عشان ابني هيفهم مننا كلمه يمكن تبقى تفهيمه وزي ما هتشوف مع الولاد الصغيرين انا هعدي مسائل او يعني مشكلات بسيطه بعد ما الدكتور ده يخلص انا اسف ان انت دخلت معاه بس الشيء اسفر يعني هعدي للولاد هكتشف ان في اولاد ممكن يكتشفوا قوانين في الرياضيات واحنا قاعدين بس ازاي توصلوا ازاي تلعب ازاي تقف قدام ازاي تعتبرك انت ولي الامر ازاي تعتبرك التعب اللي انت بتتعبه في ميزان حسناتك مش مستني عليه اجر ولا راتب اخر الشهر انا اسف طبيعي هو حضرتك احنا في بدايه المحاضره قلنا اعطينا مره في هذا الامر مستوى الدراسه وشرح فاي من يتولى الامر ده. انا الراجل اللي يتولى الامر ده في راجل صاحب فكر وله رؤيه. والرؤيه ديت على المدى الطويل في المحاضره. قلنا حضرتك في البدايه الموهبه ديت محتاجه بيئه تنمو فيها. المستوى انت هتوفرها ازاي؟ زي ما حضرتك قلت كده ما ينفعش ان انا احط موظف بس كل همه ان هو يجي الساعه 9 ويجي الساعه 2 ونص مرتبط كل يوم عمال يبص في الساعه ده عمره ما ينام. حضرتك كان في تجربه من العهد السابق كان في حاجه بيسموها الرياضي العلوم. حضرتك كده مع حضرتك المشكله لما هي اسمها اصبحت مشكله الطفل الموهوب انما المشكله مشكلتنا كلنا احنا القياده. حضرتك دلوقتي الطفل الموهوب موجود انا عملت له ايه؟